مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الجزائري حمزة بن دلاج والمصنف ضمن أخطر هاكرز في العالم اعتقلته السلطات الأمريكية عام 2013 بعد 4 سنوات من التعقب. حمزة من داخل السجن في الولايات المتحدة الأمريكية كشف عن مدة الحكم والمدة المتبقية له من العقوبة بالصوت فقط. السلام عليكم خالتي، شبالكم لاباس؟ حبيت نسقسيكم ولا فهمتوا واش كاين بهذيك الورقه اللي حطيتها من قبل؟ ماشي مشكل، هذه يقولوا لها كاستدي كلاسيفيكيشن فورم، فيها ايدنتيفاينغ داتا اند بيس سكورينغ، لهنا كي تدخل الحبس عندك سكور شغل اللي عندك شغل باش يشوفوا الليفل تاعك. ابري كاين بيس سكورينغ، بيس سكورينغ هو يوري لكم وين هذا يحطوه، واش من حبس يروح ليه، وش راك دير لهذيك البريود اللي جوزتها في الحبس، قاعيتك راهي لتماك. كما شفتوا من الفوق كاين اي ايدنتيفاين داتا، فيها الاسم، فيها النيميرو ريجستراسيون تاعي، فيها وقتاش خرجت هذا الفورم، لاخاطرش هذا الفورم تجي شاك عام، ما تجيش في يوم. لهنا تشوفوا ارقام، كاين ديتينر قدامها زيرو نان مانت ريليز، كاين 27 موا من ديسمبر، سما دوكا مازال لي 18 ولا 19. نكملو فيها كاين escapes, voluntary surrender, education level, severity, criminal history, violence, age category and drug alcohol abuse. كيما شفتو قاعيتك زيرو except severity و age category. age category باسكو انا فيها 34 سنة و نطيح ما بين 25 و 35، يعطونا له 4 نقاط، و severity لخاطر درت شوية طوايش. الور كيما تشوفو عندي 7 نقاط اون توتال، هذا هو البيس كورينغ ديالي، و 7 نقاط نطيح في مينيمم سيكوريتي، الور نطيح عاقل. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.